النبي صلى الله عليه وسلم بشر. 我们的使者先知是一个人。لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتوحيد حمى يعني سور خارج من التوحيد حتى يحمي التوحيد من أن يقدح فيه أحد. 我们的使者保护认拜阿拉独一的信仰。الآن قصر الرئيس مثلا يجعل لهذا القصر سور حتى لا أحد يأتي عند السور كيف إذا دخل إلى القصر حماية نعم 设置这些保护以便认拜阿拉独一的信仰受到伤害نعم النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 我们的使者保护认拜阿拉独一的信仰以免受到任何外界的伤害علق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. 一个被造者应当只崇拜创造者. أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. 要阻止所有导致举办的那些途径. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم. 阿拉奥塔拉赐命信士们来遵行按这个使者的道路，这是对信士的。فالنبي عليه الصلاة والسلام يبذل كل ما يستطيع من جهد ومن قوة في إبعاد الأمة عن الشر الشرك البدع المعاصي 先知竭尽全力使他的 أمة 他的民族走认拜安拉的道路远离举办的道路 ويبذل غاية الجهد في جلب الخير للأمة في أن نتبع نهتدي 先知竭尽全力使想方设法使自己的民族伊斯兰的民族得到福利那